طابع خاص ترسمه أجواء الأعياد الوطنية هذه الأيام في الكويت، أجواء حلت مظاهرها في كل الشوارع والبيوت وقبلها تسللت إلى القلوب. علم الكويت يزين كل بيت، حملة شعبية تلقائية سرعان ما تحولت إلى عادة متفق عليها، كل البيوت مزدانة بعلم الدولة. أما الشوارع فقد تكفلت بها الجهات والمؤسسات حتى أصبحت الكويت مساء درة متألقة في صورة ضوئية مبهرة. وإلى حين الاحتفال بيومي 25 و26 لم يطق الأطفال صبرا، إذ ارتدوا باكرا الملابس المزدانة بعلم الدولة. هم في الأغلب احتفلوا في المدارس ومع أقرانهم، لكن أعينهم لا زالت تنتظر ليلة العيد ليخرجوا إلى الشوارع في كرنفالات فرح لا تنتهي. احتفالات المحبة رسائل مبعثها القلب، والشعب الكويتي جبل على إظهار صور التلاحم الاجتماعي والتواصل الإنساني، هي ميزة اقترنت بصفات هذا الشعب المحب. الورود والهدايا والأعلام تستقبل زوار الكويت والقادمين إليها عبر منافذها البرية والجوية، ولعل مطار الكويت ومنفذ النويصيب خير دليل على ذلك. وترافقت هذه الأجواء باستعدادات أعلنت عنها الجهات المعنية بذلك كالإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وغيرها من القطاعات التي تشهد في هذه الأيام خططا وضعت لتغطية الاحتفالات، احتفالات تغنت بها القلوب حبا بهذا الوطن العريق والأرض الطيبة في المناسبة العزيزة التي تجدد دوما صور التلاحم بين أبنائها.